الألماس سلاح بوتين الجديد لتمويل الحرب والهروب من العقوبات الغربية. فكيف يدخل الألماس الروسي إلى قلب الولايات المتحدة بالرغم من انقطاع الأرحام بين واشنطن وموسكو؟ وما علاقة الهند وإسرائيل بتجار الألماس الروس؟ تستحوذ موسكو على ثلث الإنتاج العالمي، والذي يبلغ قيمته 4 مليارات دولار من الألماس الخام سنوياً، وتتربع المناجم الروسية في قلب صناعة الألماس، خصوصاً الروسا، وهي مجموعة من شركات متخصصة في التنقيب عن الألماس وتعدينه وتصنيعه وبيعه، وهي أكبر شركة في هذا المجال على مستوى العالم، مسؤولة عن أكثر من 90% من إنتاج الألماس الروسي بحسب شركة يوراكتيف. الدولة الروسية تمتلك ثلث حصة ألروسا، والثلث الآخر يذهب لياقوتيا إحدى الجمهوريات الروسية، حيث يوجد عدد من المناجم هناك، بينما يذهب الثلث الثالث إلى مساهمي الإقليم. كيف تهدد الحرب الأوكرانية ثلث الألماس في العالم؟ أدى النقص المفاجئ في إمدادات الألماس خلال الشهور الماضية إلى ارتفاع أسعاره بشدة، وبخاصة أسعار الأحجار الأصغر حجماً والأرخص سعراً المتخصصة فيها الروسا. بعد شهور من الشلل الاقتصادي في سوق الألماس الروسي، وبعد خضوع روسيا للعقوبات الأمريكية، استأنفت الروسا بيع الألماس بأكثر من 250 مليون دولار شهرياً، وهو ما يقل بما يتراوح بين 50 و100 مليون دولار شهرياً عن متوسط مبيعاتها قبل الحرب في أوكرانيا بحسب مصادر مطلعة. كيف تحول الهند الألماس الروسي لمنتج غير خاضع للحظر؟ نشطت مبيعات الشركة الروسية ألروسا بعد أن أصبح عدد من البنوك الهندية أكثر راحة في إجراء المعاملات المالية مع المؤسسات والبنوك الروسية بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي. وتتجه أغلب صادرات الألماس الخام الروسي إلى الهند، والتي تعتبر الأكبر بين عدد محدود من مراكز قطع وصقل الألماس على مستوى العالم. وتبيع ألروسا الألماس لعملائها في الهند وأوروبا حالياً مقابل الروبل الروسي. يتم قطع معظم الألماس الخام وصقله في الهند، حيث يعالج نحو 90% من الخام العالمي، لكن الألماس المصقول يتم استيراده كمنتج هندي. كيف يدخل الألماس الروسي إلى أمريكا؟ وما هي علاقة إسرائيل بروسيا؟ وكيف تمد إسرائيل روسيا في الخفاء؟ تشكل الهند مصدراً للشركات الغربية لشراء الألماس منخفض الجودة، والذي يباع بأسعار أرخص، لذا تصبح عملية تعقب الألماس الروسي من بين جميع الأحجار الصغيرة مهمة مستحيلة، ويمكن بيعها بسهولة في المتاجر دون معرفة مصدرها، وذلك على الرغم من العقوبات الجديدة بشأن حرب أوكرانيا. هناك ثغرة تتيح للتجار بيع الماس الروسي في الولايات المتحدة، طالما يتم صقله لأول مرة في إسرائيل ويصنف على أنه إسرائيلي لا روسي. وبهذا يمول تجار الألماس الإسرائيليين آلة بوتين الحربية في أوكرانيا. بحسب صحيفة هارتس عن المركز الإحصائي الإسرائيلي، أن إجمالي واردات الألماس من روسيا إلى إسرائيل بلغت 413 مليون دولار في عام 2021، وهو ما يمثل حوالي 60% من الصادرات الروسية إلى إسرائيل. الجدير بالذكر أن رجل الأعمال الروسي الإسرائيلي ليف ليفيف يعتبر أحد أكبر تجار الألماس في العالم، وهو مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلاقتهما ترجع إلى 1992، عندما كان الأخير نائب رئيس بلدية سان بطرسبرغ. هل أدركتم الآن لماذا يغض العالم طرفه عن الألماس الروسي؟ ولماذا يسمع قادة العالم صرخات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المكلومة عن فرض العقوبات على الماس الروسي؟ هكذا تخلت بعض الدول عن مبادئها، وتصالحت مصالح الشرق والغرب، وأصبح العدو صديقاً والصديق عدو.